بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عن الترابس والسيلز. في البداية عندنا بعض المفاهيم اللي لازم نعرفوها أو نحب نوضحوها. أول شيء عندي سورس روك، وتقريبا كلنا نعرف شنو هو السورس روك. بعض المفاهيم هذه ممكن واضحة للجميع، لكن نحب نذكر بها. سورس روك هو الصخور اللي تكون غنية بالمواد العضوية. تاني شيء عندي ريزرفوار روكس، هي الصخور التي تتجمع فيها التجمعات النفطية سواء غاز أو نفط، وتكون ذات مسامية ونفادية جيدة أو مقبولة أو ممتازة عشان تتجمع فيها التجمعات النفطية وتسمح بتحركها خلالها. ثالث شيء عندي سيل روك، هو الصخر اللي يكون في الغالب يكون ذات مسامية لكن ماهوش نفاذ، لازم يكون صخر غير نفاذ، يعني لا يسمح بمرور السوائل خلاله، سوائل مفهومة بشكل عام سواء نفط أو غاز أو مياه، لا يسمح بمرورها نهائيا. ففي الغالب تكون طبعا صخور طينية، ونحن عارفين أن الصخور الطينية فيها مسامية لكن عديمة النفاذية. migration route هي المسارات اللي تتحرك فيها المواد العضوية، عفوا اللي تتحرك فيها الفلويدز لما تهاجر، تسلع عملية migration من السورس روك للتراب وما فيه reservoirs. والتراب هي تراكيب جيولوجية أو طبقية، أشكال تركيبية أو طبقية تسمح بحفظ أو تسمح باصطياد النفط ومنع من أنه هو يهاجر إلى أماكن أخرى، يعني مصائد نفطية تتجمع فيها المواد الهيدروكربونية وتمنحها من أن هي تهاجر إلى مناطق تانية. طبعا إضافة إلى المعلومات السابقة والمفاهيم السابقة، نزيد عليه مفهوم واحد اللي هو التايمينج. المقصود بالتايمينج هو الوقت الكافي لنضوج المواد العضوية، لأن المواد العضوية تحتاج إلى وقت كافي، لوقت كافي من الزمن عشان تنضج وتعطي المواد الهيدروكربونية. طبعا المفاهيم الستة عندنا من المتطلبات الأساسية لإيش، للتجمعات النفطية أو التجمعات الهيدروكربونية، لابد توفر الشروط الستة هذه كلها. التراب تعتبر من المفاهيم الأساسية، طبعا من أهم يعني عنصر هام جدا في المفاهيم لدينا، لأن هو اللي يحدد لي يعني الكمية الاقتصادية للتجمعات النفطية الموجودة عندي. لو أن التراب حجمه صغير مش هتستوعب الكميات النفطية الكبيرة، فحيصير فيها فل للتراب، عند الفيل بوينت، وحنعرف شنو هي الفيل بوينت، وحيبدا شنو حيبدا شنو يهاجر الاويل من جديد، حيبدا يتسرب وحيبدا يهاجر الى ان نصل الى نقطه ثانيه يتجمع فيها او يتسرب الى السطح. وطبعا مصطلح التراب تم تقديمه بواسطه العالم اورتون في 1889، اللي هو قال ان stocks of oil and gas may be trapped in the summits of fog or ashes found along their way to the higher ground. يعني بيقول ان هو الكميات او الاحتياطيات من الغاز والنفط ممكن ان هي تحصر في قمم الطيات او التقوسات اللي يلقاها النفط في طريقه الى شنو، الى المناطق العليا، يعني الطريق هجرتها من المصدر من السورس روك لين ما شنو يطلع السطح او يتسرب الى السطح، او في طريقه، يعني هذا الكلام هذا يعتبر الهجرة، هذا الميجريشن تاع الأويل من السورس روك إلى التراب روك. ففي طريقة يصادف تراب فينحصر في المنطقة الياهي ويتحفر. وطبعا بعد الحفر فقط، يعني بعد عملية الحفر، يعني نحن أوكي نعرف أن عندنا تراب، نقدر نعرف أن عندنا تراب عن طريق السايز من الداتا والمعلومات هذه كلها، عندنا ستراكشر تراب أو عندنا سيدي تراب، لكن فقط بعد الحفر، بعد ما يتم عملية الحفر، نقدر نعرفه هل شو الموجود في التراب هذه، هل فيها أويل أو غاز، هل هي دراي،
هل شنو الكمية الموجودة عندنا يعني معلومات هذه ما نقدرش ناخذها إلا بعد الحفر. جيت هو عندي لمصطلحات nomenclatures of trap، مصطلحات التراب. التراب فيها عديد من المصطلحات، وهنا طبعا تختلف مفاهيم التراب عن مفاهيم الفولس. نحن عندنا مفاهيم الفولس وعندنا مفاهيم الفولت وعندنا، لكن هنا بناخذ مفاهيم التراب. وطبعا خذينا نحن الconventional type of trap اللي هو الدوم او الانتي كلاين. طبعا نحن عارفين ان ترتيب الفلويدز يكون الغاز في الاعلى ثم الاويل ثم الووتر نتيجه لاختلاف الكثافه بيناتهم. فطبعا المنطقه اللي يكون موجود فيها الغاز نسموه فيها غاز كاب، اما منطقه الاويل تسمى اويل زون، والووتر تسمى الووتر زون. نقطة الاتصال ما بين الغاز والأويل هي الغاز أويل كونتاكت. نقطة الاتصال ما بين الأويل ووتر هي الأويل ووتر كونتاكت. ثم نجي لنقطة نسمي فيها سبيل بوينت، هي آخر نقطة تقدر تمسك الفلويدز أو الغازات الموجودة في إيش في التراب. من بعدها حتبدأ الفلويدز أو الغازات تتسرب من الناحية هذه أو من الناحية هذه هي. تتسرب تهاجم مرة تانية أو تتسرب إلى أن تحفظ في ترابس أخرى. فسبيل بوينت هذه يعني من الباراميترز مهمة جدا جدا عندنا حتى في الاستكشاف. لابد نحن نشوف هل التراب هذه فيل تو سبيل بوينت أو نوت. وطبعا النقطة من الكاب من الجاز كاب إلى السبيل بوينت هذه نسوي فيها نحن الكلوجرز. أما المياه الموجودة تحت الغاز والأويل مباشرة تحت الدوم نسمو فيها البوتوم ووتر، أما الموجودة في الحواشي أو في النواحي الانتيكلاين فتسمى إيدج ووتر وما تكونش محدودة في الأعلى بإيش بغاز أو أويل. طبعا الجزء المنتج في التراب نطلق عليه نحن البي بي ريزرفارز أو البيزون. ايضا المسافه العموديه من قمه الريزرفوار لا الاويل ووتر كونتاكت، المسافه هذه هي نسمو فيها جروس بي. وطبعا كل الجروس بي مش ضروري ان هو يحتوي على ايش على ريزرفوار، المسافه دي كلها مش ضروري تكون كلها يعني فيها برودكتيف زون يعني فيها بي زون، لأن داخل التراب أيضا ما نتخيلش أننا عندي من السمك هنا من التوب للبوتوم هذا كله ساند ستون صافي كله عيار، لا أنا دائما التراب فيها الريزرفوارز حد ذاته نجد فيه تتابعات من الشيل تتابعات من الساند، لو أنه هو كلاستيك لو أنه نان كلاستيك حتى لو أنه هو لايم ستون فحنلقى فيه طبعا تتابعات من لايم ستون من الدولومايت من الشيل. ففي داخل الريزرفوار حد ذاته فيه حاجة اسمها نت بي اللي هي الجزء المنتج اللي هو دانيت بي، هو مجموع السمك العمودي للمناطق المنتجة أو المناطق البرودكتيف في الريزرفوار. يعني أنا ناخد عندي ريزرفوار ممكن نطلع منه 3 بي زونز أو 6 بي زونز، هذين هنا البرودكتيف، أما الباقي فنون برودكتيف. يعني ممكن في لي مشاكل في البروستي، وجود فاين ماتيريال زي الفاين جرين زي الشيلز والكلي، لكن السمك الكلي للمناطق هذه كلها سواء البرودكتيف او النون برودكتيف نطلق عليها جروس بي. اما لما ناخذ منها المناطق اللي هي البرودكتيف اللي هي ننتج منها مثل الاويل والغاز فحيطلق عليها السمك المناطق هذه هو دانيت بي. طبعا احنا عرفنا ان الكلوزرز هو المسافة من أعلى نقطة في الريزرفوارز إلى السبيل بوينتس، لكن في شيء اسمه نت كلوجرز. فلذلك في من يعرف يقول أن الكلوجرز هو المسافة من أعلى نقطة في الريزرفوارز إلى أسفل نقطة في الريزرفوارز، بينما النت كلوجرز هو المسافة من أعلى نقطة في الريزرفوارز إلى السبيل بوينتس. يعني السبيل بوينتس يعني النت كلوجرز هي نفس تعريف الكلوجرز في السلايد السابقة، بينما الكلوجرز هو المسافة من أعلى نقطة إلى أقل نقطة فيش في الريزرفوارز. نفس ما وقع عندي أنا بالأسهم،
في الرقم واحد اللي هو تعريف الكلوجرز، والرقم اثنين هو تعريف النت كلوجرز. فنحن حنعتد بتعريف الكلوجر في النت كلوجر مثل موجود في السلايد هذه. نجي لتعريف الجروس باي. الجروس باي هو المسافة من أعلى نقطة في الريزرفورز إلى الأويل ووتر كونتاكت، يعني من توب أوف الريزرفورز للأويل ووتر كونتاكت، هذا الجروس باي. بينما النت باي فهو مجموع النطاقات ذات المسامية والنفادية والحاملة لإيش؟ للأويل أو الغاز. الستركشرز آخر شيء طبعا النت باي هي الثلاثة A. طبعا تقدر تعرف كل اللي ما يفهمش من خلال التكست يراجع الرسمة ويشوف الأرقام فحيفهم بروحه كيف المفهوم، تعريف المفهوم. الستركشر طبعا هو دمابة هورايزون at which the structure contour map is constructed. طبعا الستركشر هذه هي يبان عندنا في المابس، لما ننظر للمابس نشوف شكل الستركشرز، فهو النطاقات أو الهورايزنز، الهورايزنز اللي هي زي ما يقولوا الطبقات اللي صار لها عملية تخريط، يعني درنا لها عملية مابينج، واللي حيكون بتاع الترابس واضح عندي في الخريطة. يعني بمعنى آخر هي الطبقات اللي من ضمنها تم عمل خريطة ووضحت عندنا إيش، وضح عندنا الاستراكشر في إيش على الماب. مفهوم بسيط آخر. وعشان نوضح مفهوم الجروس باي والنت باي أكثر، عندنا هنا شكلين. الشكل على اليسار اللي هو نقول الـ A1 على فرض أنه هو بير A1، وعندي الـ B1 على اليمين. الـ A1 في حالة الـ A1 الريزرفوار بتاعي يعني هي كلها كلين سان، يعني ما فيش أي شيء ستريكس أو أي شيء تاني معنا، فقط سان، كلين سان. في الحالة هذه التوتال تيكنس يعني السمك الإجمالي للريزرفوار هو نفسه الجروس بي، وهو نفسه النت بي، وهو نفسه الأويل كالمز، لأن الزون هذه كلها تعتبر برودكتيف زون، يعني هنا ننتج في أويل من النطاقة كلها، من الريزرفوار من التوب للبوتر كلها منتج، كلها برودكتيف زون. فهنا تساوت مع بعضها كلها التوتال تيكنس والجروس بي والنت بي والأويل كالم. أما في حالة البير البي 1 الموضوع مختلف. انا عندي الساند ديرتي شويه، يعني معاه شيل ستريكس اوف شيل او كلي. ففي الحاله هذه لاحظ ان البرودكتيف زون او البي زونز هي النقاط اللي بالاسود، كرم الاسود 1 و2 و3. اجمالي الواحد واثنين وثلاثة سمك، اجمالي السمك بتاع الزون 1 و2 و3 هذا نجمعهم بعضه ويطلع هو النت بي، يعني هو النطاق المنتج من الريزرفوار. اما الجروس بي فهو اجمالي التكنس، التوتال تكنس بالنسبه للريزرفوار. نجي لثالث باراميتر عندي في البري بروسيس اوف الهيدروكربون سيستمز اللي هو السيلز اند كابروكس. عشان التراب طبعا يصير فيها عمليه اغلاق او عزل لازم يكون فيها، لازم تكون متغطيه بكابروك وسيل في الأسفل. أي صخر يقدر يعمل عمل إيش؟ عمل السيل إذا كان هو غير نفاذ، يعني أي صخر غير نفاذ ينفع يكون عندي سيل يعزل لي التراب هذه ويعزل لي هيدروكربونز الموجودة داخل التراب ويمنحها من إيش؟ من إنها يصير عملية سكيبينج أو عملية سكندري ميجريشن. لكن طبعا الشيل اللي هو الطفلة هي الأكثر شيوعا، يعني أحسن عامل كسيلينج وأكثر شيوعا، لكن الإيفابوريتس طبعا يعتبر أكثر فاعلية من الشيل، لكن الشيل طبعا هو الأكثر شيوعا، يعني الموجود اللي نلقوا فيه في السبسيرفس بشكل أكبر هو الشيل. لكن في حالة وجود الإيفابوريتس فحيكون الفاعلية بتاعه أكبر من فعالية الشيل. طبعا الشيء اللي عارفين انه هو اساسا يعني هو بورس روكس، تمام، لكن نتيجه لان يتكون من فيري فاين ماتيريالز ففيه هاي كابيلي براشر، قوه كابيلي براشر فيه عاليه، فتمنع ايش؟ تمنع من مرور
السوائل، يعني تمنع من نفاذ السوائل. وطبعا واضحين عندنا احنا في الصور في الاسفل عده نماذج لعدد من الترابس، عندي انتي كلاين، نورمال فولت، استراتيجي اوف ترابس، تراست فولت ترابس، كلهن نجد فيه السيل روك والكاب روك او الكاب روك. الكاب روك هو السيل روك، لكن في الغالب احنا لما يكون موجود في الاعلى نقول عليه كاب روك، لما يكون موجود في الاسفل نقول عليه سيل، او يكون موجود على الجوانب نقول عليه سيل. طبعا في الاسفل حتى يكون في الغالب يعني السورس روك، في بعض السيستمز هيدروكاربون سيستم نجد ان السورس روك يكون موجود فوق مباشره الريزرفوارز، ثم نجد ايش، نجد الكاب روك. لكن ممكن يكون السورس روك يعني بعيد شوي عن الريزرفوار يعني في العمر الجيولوجي، ونجد عدة تكوين مترسبة بعضها، ثم يجي الريزرفوارز اللي نقوا فيه نحن ايش، نقوا في هذه الكاربونز. فلكن لابد يكون من الاسفل يكون في سيلين للترابس انتها. نجي للكلاسيفيكيشنز اوف ترابس، تصنيف التراب. الهيدروكاربونز بشكل عام ممكن هو يصير عملية ترابينج بعدة طرق، يعني بأشكال مختلفة من الترابس. لكن نحن عندنا بالنسبة للترابس عندنا لها تصنيفين مهمين بناء على الهندسة، الشكل بتاع بناء على الجيومتري، جيومتري اوف تراب، يعني هندسة المصيدة النفطية عندنا. طبعا الكلام هذا بناء على ايش؟ يعني صنفناها ان احنا بناء على structures وstratigraphic، structural trap وstratigraphic traps. في نوع ثالث اخرى يسمو فيه combination traps. combination traps هي مزيج ما بين structure وstratigraphic، لكن بشكل اساسي انا عندي structural traps stratigraphic traps، ثم اذا وجد خليط ما بين الاثنين هذين نطلق عليه combination traps. يعني انا عندي ثلاث تصنيفات: structure, stratigraphic and combination traps. نبدا ناخذنا تعريف كل واحده منهن. الستراكشر ترابس هي المصائد اللي الشكل الهندسي بتاعها يكون فيه تكون بواسطه ايش، بواسطه عمليات تكتونيه، يعني بعد ما ترسب الصخر، بعد عمليه ترسيب الصخر يحدث فيه عمليه ضغط او كومبريشن او عمليه تكتونيه، بناء نفس ما يصير في بناء الجبال وكذا، فيصير في عمليه فولدنج وتكون لي ايش، تكون لي ستراكشر ترابس، او حتى فولتنج كولي حتى هي نفس الشيء، فولت تراب هي نوع من الستراكشر ترابس. اما الاستراتيجيك ترابس فهي المصائد اللي تكونت نتيجه للتغير في الليتولوجي. اردوس يعني هذه تعريف الاستراتيجيك اردوس ترابس هوز جيومتري از فورمد باي تشينج ان ليتولوجي، شيء للتغير في الليتولوجي. طيب الليتولوجي يعني زي ما يتغير عندك انفورميشن من الساند ستون، ثم يصير في عملية تغيير بشكل تدريجي، يتغير يصبح سيل، ثم يصبح إيش، يصبح شيل في مكان آخر، أو يصير في عملية بنشينج أوت مباشرة، نلقوه زي ساند لينس موجود محفوظ في طبقة كبيرة من الشيل. طبعا التفاوت في الليتولوجي نتيجة لإيش، نتيجة للتغير في البيئة الترسيبية. لما يصير تغيير في البيئة الترسيبية يصير في تغيير في نوع الليتولوجي الموجود عندنا. زي ما نجينا نتدرج من الفلوفيال سيستم لا دلتيك سيستم لا شالو مارين لا اوفشور، ففي الحاله هذه هي هنلاقي عندي مجموعه متنوعه من الرواسب. وزي ما قلنا طبعا الفاينل جروب او اخر نوع اللي هو الكومبينيشن ترابس از فورمد باي ا كومبينيشن اوف تو اور مور اوف ذا بريفيوس ديفايند جينيتيك بروسيسز، يتكون كخليط ما بين اثنين او اكثر من الترابس السابقه، يعني استراتيجيك ترابس او ستراكشر ترابس. اوكي نجي لتصنيف كلاسيفيكيشن اوف ترابس. اول شيء ستراكشر ترابس سببها هي كوزد باي تكتونيك بروسيسز، تحدث نتيجه لوجود العمليات التكتونيه. اشهر انواع فيها طبعا انتي كلاين او فولد ترابس، فولد ترابس، سولد دوم ترابس. ثم الاستراتيجي اوف ترابس كوزد باي ديبوزيشنال مورفولوجي اور دايجنسيس، كومبينيشن ترابس كوزد باي كومبينيشن اوف تو اور مور اوف ذا اباف بروسيس. اول نوع عندي في الاستراكشر ترابس هو الانتي كلاين. انتي كلاين ترابس هو الاكثر شيوعا موجود عندنا، يعتبر نوع من الكونفنشنال ترابس. طبعا لو ان اي صخر نفاذ
زي الساندستون أو اللايمستون موجود بين طبقتين غير نفاذة زي الشيل، والصخر هذا صار له عملية فولدينج، الصخور هذه كلها يعني نفاذة وغير نفاذة صار لها عملية فولدينج على شكل أنتيكلاين. الأويل والغاز يقدر يتحرك في البيربل ريزرفوارز في الصخر النفاذ، يصير له عملية تجمع فيش في القمة بتاعها اللي تكون أساسا معزولة من الأعلى من الأسفل، بيعيش بسيل. فهذا يعني أشهر نوع من أنواع الترابس عندنا زي ما موجود عندنا في الصورة، ريزرفوارز بتاعنا ساندستون والكابروك شيل وال السيل بتاعنا أيضا شيل. طبعا في حالة وجود الساند يا يعني إما يكون الريزرفوار بتاعنا الساند أو اللايمستون، لايمستون دولومايت، هذين هنا أنواع الريزرفوارز اللي النوع الثاني اللي هو فولت ريليتد ترابس، اللي هي متحكم فيها الأساسي هو الفولت اللي صاير عندي. لما الفولت يسبب في عملية إزاحة للطبقات ويسبب في إنه يجيب لك الطبقات النفاذة اللي تنفع كنوع من الريزرفوارز زي الساندستون أو اللايمستون لما كانت متصلات مع بعضهم، وكانت يقدر يصير في حركة للسوائل تعبر خلالها وتطلع على السطح، لا في الحالة هذه يصير في عملية شيفت يحول الطبقات النفاذة مقابل الطبقات الغير نفاذة، يعني يجيب الصخور النفاذة مقابل صخور أو صخور مسامية ذات المسامية وذات النفاذية ويحطها لي مباشرة أمام صخور غير نفاذة زي ما موجود عندي هنا في الساندستون لما كان متصل بطبقة واحدة متصل بالسطح، نزل نتيجة عملية الفولتينج سبب إن وضع الساندستون مقابل الشيل ووضع اللايمستون مقابل الشيل، ففي الحالة هذه صار في عملية سيلينج. الأساس بتاع السيلينج هذه هو فولت، الفولت هو السبب في عملية السيلينج، فهذا نوع من الستراكشر تراب نقول عليه فولت ريليتد ترابس. وطبعا بوت نورمال اند ريفرس فولت كان فورم ذيس تايب اوف اويل تراب، يعني المقصود به نوع انواع. طبعا عرفنا احنا الفولت انواع، في فولت فيه نورمال في ريفرس وفي تراست في سترايكس لفولت، فعندنا النورمال وريفرس هن اثنين يقدر يكونني هذا النوع من المصايب. النوع الثالث في الستراكشر ترابس اللي هو دايبريك ترابس او بين قوسين سولت دوم ترابس. الدايبريك ترابس ينتج من حركه الرواسب اللي تكون الكثافه بتاعها اقل من الصخور الاعلى منها، وطبعا الحاله هذه شيوعه في ايش؟ في السولت، يعني متزامنه مع السولت، لان السولت الكثافه بتاع اقل من الصخور الثانيه، فيصير في حركة للطبقة بتاع طبقة السولت نتيجة لي ايش؟ لضغط الصخور اللي فوق من هذا كله، حيسبب وزن على طبقة السولت فحيتحرك بشكل دايبركلي وايش؟ ويخترق الطبقات اللي فوق منه ويسبب في تشوه طبقات جزء من الطبقات الاخر، يعني يخترق جزء من الطبقات ويشوه جزء اخر من الطبقات. فالحالة هذه الحركة هذه هي حتسبب لي يعني اي فولدينج، وحتسبب لي ايش؟ فولتينج في الطبقات الموجوده اعلى منها، تكسر في الصخور، اضافه الى ان لما كان طبقه الساند هذه متصله عزلها عن بعضها، فصلها عن بعضها وعزلها عن بعضها، وعارفين ان نحن ايفابوريتس والسولت يعني ذا موست افكتيف سيل مور دان شي، فلذلك حيسبب لي عزل كامل في ناحيه هذه هي في الجزء هذا، حيسبب لي ترابس هنياهي وترابس تاني هنياهي. فالشيء الجميل مع السولت دوم انه هو يكون لي عديد ترابس عديدة في مكان واحد. النوع الثاني من الترابس اللي هو ستراتيجيك ترابس، طبعا عرفنا ان ستراتيجيك ترابس تنتج من التغير في ايش؟ في الليتولوجي، والتغير في الليتولوجي ممكن يكون اثناء الترسيب الاوريجينال ديبوزيشن للصخر او بعد الترسيب. اثناء ترسيب الصخر زي ايش؟ زي عمليه الكورال ريفز والشانلز اللي تصير عندي. بعد الترسيب زي ما يصير عمليه ترانكيشن او دايجيناتيك ترابس، هنعرف شنو هي ترانكيشن وشنو هي دايجيناتيك ترابس. لكن الستراتيجيك ترابس نقدر نحن نصنفوها توا الى نوعين اثنين، برايمري ستراتيجيك ترابس وسكندري ستراتيجيك ترابس. ايش هو البرايمري ستراتيجيك ترابس؟
نوع هذا من الترابس يعرف باسم diagenetic و أو depositional traps. طبعا primary traps تتكون أثناء ترسيب الرسم. زي إيش؟ زي primary pinch out. primary pinch out هذا ينتج أثناء ترسيب نتيجة لتغير في الليتولوجي من الساندستون إلى شيل. وطبعا التغير هذا يصير ممكن للتغير في العمق بتاع الترسيب عندي بالترسيب بتغير من الساندستون إلى شيل زي ما وضعنا الصورة. ففي الحالة هذه حيكون لي في جزء هذه ترابس ساندستون good porosity good vulnerability against shale هي good porosity but not good vulnerability. النوع الثاني اللي هو الشانلز الفيل بتاع الشانلز يصير عندي شانلز كاتينج الشانلز في نطاق فيه شيلز ثم يصير في عملية فيل الشانل بالساند. فالساند هذه good porosity محاطة بإيش بمواد غير نفاذة شيل وصير في عملية أيضا فيل من الأعلى بإيش بشيل. ففي الحالة هذه صار في عملية سيلينج بالكامل. شيء آخر اللي هو البورس ريف. طبعا الريفس يعني يعتبر very good reservoirs لأن البروستي بتاع الريفس عالية جدا فيها good porosity excellent porosity excellent durability. فالكرة الريفس هي الشعاب المرجانية اللي تتكون في البحار. بعد فترة تموت الشعاب المرجانية دي وتصير تترسخ فوق الرواسب الأخرى وتنحفظ الشعاب المرجانية كما هي موجودة بالبروستي بتاعها. فإذا وجدت الهيدروكاربونز طريقة إلى الكرة الريفس ونحفظها في الكرة الريفس ووجد السيلينج في الأعلى فحيكون هذا very 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 good trap. وطبعا في الأعلى هذا مثال تاني للبنشنج أوت. البنشنج أوت نوع تاني في الاستراتيجي ترابس اللي هو السكندري استراتيجي ترابس. النوع هذا طبعا يصير من عملية الدايجينيسيس اللي تصير بعد ما يترسب الصخر. لما يترسب الصخر يتعرض لعمليات دايجينيسيس إما تحسن في المسامية متاعها أو تفقد لمساميتها. لو حصلت في مساميتها العملية تصير by dissolution عملية dissolution. إذا كان صار في فقد في المسامية حيصير في عملية cementation حتفقد للمسامية متاعها أو قاعد يعني تفقد للمسامية متاعها لدرجة أنها تخلي لي الصخر غير نفاذ وقاعد تحسن لي المسامية متاعها لدرجة أن الصخر ممكن كان بورس متاعها ضعيفة حتصبح البورستي متاعها يعني good أو قاعد يعني excellent porosity نتيجة لعمليات diagenesis. النوع الأخير في تصنيف الترابس اللي هو combination traps. عرفنا إحنا combination traps هو مزيج خليط ما بين أنواع السابقة اللي هي structure أو stratigraphic لنوعين منها أو أكثر. وطبعا يعني أغلب الحقول يكون في الغالب فيه مزيج ما بين الترابس زي faulted and decline. فهي الاعتماد فقط مش على structure أو stratigraphic اعتماد على الكومبينيشن ترابس حتى هو اعتماد كبير نتيجة للتفاوت في العمليات الجيولوجية والتفاوت في التكتونيك إيمتى اللي صار عندي فيخلق لي مزيج ما بين النوعين السابقين. فزي ما نجد في الجزء العلي للسول دوم هنيه نجد عندي الطبقات في العليا هي folded لكن صار في عملية faulting إضافة لعملية faulting. أيضا في البنش أوت هذه صار كانش بينش اوت يعني كانت متصلة لكن صارت نتيجة لاختراق السولت بلاك هي فصارت فسببت فعزلة الطبقات عن بعضها وصار في عملية بينش اوت اجينست السولت اللي هو امبر ميبر روك. فهذه كلها امثلة عن الكومبينيشن ترابس. طبعا في ايضا فولتد انتي كلاين وفيها في انواع عديدة من الكومبينيشن ترابس. الشكل هذه هي يوضح لي الفايف إلمنتس في الكونفينشنال بتروليوم أكيميليشن هو سيل ترابس سورس ميجريشن ريزرفارز إضافة إلى بعض الترمينولوجي اللي اخترناها زي سبيل بوينت الغاز أويل كونتاكت ووتر أويل كونتاكت. فهذه هي جود يعني دايجرام يوضح لي أغلب الإلمنتس اللي درسناها في السلايد في بداية المحاضرة. أيضا في الشكل الثاني هو الشكل الأخير يوضح لي أنواع الترابس المختلفة fault traps, anticline traps, stratigraphic traps وكيف الـ spill points كيف نعرف الـ spill points وين موجود عندنا
مصطلحات زي الكاب روك، السيل، الأشياء دي كلها. هذا للتوضيح أكثر، وكي إن شاء الله نكون كملنا الشابتر بتاع ترابس أند سيل، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.